في الأسبوع الفائت احتل وسمو نحن الدولة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية مواقع التواصل الاجتماعي، ليس في السياسة ولا الاقتصاد ولا القوى العسكرية، بل هذه المرة استخدم صحفيون ومواطنون أمريكيون وحتى أعضاء في الكونغرس هذه الكلمات للتصويب على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن احتلت بلادهم المركز الأول في تفشي وباء كورونا. ويرى هؤلاء أن أداء هذه الإدارة والاستخفاف بخطر الوباء هو السبب في تجاوز أرقام الإصابات في نيويورك وحدها أرقام الإصابات في الصين. فكيف سينعكس ذلك على الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر؟ وماذا عن الاقتصاد الأمريكي الذي تأثر كثيرا وقد نشهد على أرقام لم تصل إليها البلاد منذ الكساد العظيم عام 1920؟ هذه الانعكاسات السلبية وغيرها نبحثها مع الأكاديمي والكاتب السياسي دكتور مكرم رباح الذي ينضم إلينا من بيروت عبر سكايب. دكتور رباح، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. يعني السؤال الذي يطرح بكثرة اليوم، هل يمكن أن تكون الانتخابات الأمريكية المقبلة أول تداعيات فيروس كورونا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هذا الموضوع لم يحسم بعد، وأي محاولة لاستعمال كورونا لمعرفة نتائج الانتخابات أعتقد لن تكون دقيقة، علما بالرغم من كل التحديات. لا يزال دونالد ترامب عند قسم كبير من اللبنانيين، عند من الشعب الأمريكي، قادر على أن يفرض نوع من الاحترام، لسيما بأنه يهتم في موضوع الاقتصاد. صحيح. وكما تعرفين بأن الكونغرس الأمريكي قد استطاع أن يمرر حزمة دعم ما تقريبا 2 تريليون دولار، وقريبا أن الشعب الأمريكي سيحصل على تشيكات في البريد، فكل أسرة من 4 أشخاص تقريبا ستحصل على 3400 دولار، 1200 دولار للبالغ، وأي شخص تحت السن القانوني سيحصل على 500 دولار. قد لا تبدو هذه الأرقام كبيرة، ولكن نحن لا نتكلم هنا فقط عن المدن، بل عن الضياع الصغيرة والمدن الصغيرة. أعتقد بأن دونالد ترامب يعي تماما بأن ليس هو الوحيد الذي يواجه هذا الوباء، بل أن أمريكا بشكل عام، وهناك نوع من إحاطة ودعم له في هذه المرحلة، لا سيما بأنه يملك حواليه أشخاص قادرين على مواجهة هذا المرض، إن كان طبيا، وأحد أهم هؤلاء الأطباء الدكتور فاوتشي، أو حتى ضمن إدارته هناك عديد من الأشخاص يظهرون إلينا على شاشة التلفاز يعطوا نوع من الثقة. ومن هنا أعتقد بأن من المبكر أن نحسم خسارة دونالد ترامب أو أي أحد في الانتخابات الرئاسية القادمة. قانون المساعدات الذي تحدثت عنه، وهو يعني يعود بالفائدة والمساعدة للأفراد والشركات أيضا، وقيل أنه أكبر حزمة مساعدات مالية في تاريخ الولايات المتحدة، هل ترى أنه يأتي يعني في إطار إذا بدك حملة استباقية لترامب للمحافظة على شعبيته، أم هي خطوة اقتصادية سليمة وليس فيها مخاطرة؟ هناك مخاطرة لا شك، وهناك هوس. نحن نتابع ترامب بشكل يومي، وهو يقول علينا العودة فورا إلى العمل، وهو لا يستطيع أن يفرض هذا الشيء، لا سيما بأن موضوع الحجر ينفع إلى درجة معينة. هو يحاول أن يتفادى، كما ذكرت حضرتك في مقدمة هذه الحلقة، ركود 1929. فالفكرة الأساسية يريدون أن يمروا بما يطلق عليه الريسيشن وليس الديبريشن، فإن الضربة الاقتصادية التي سيتلقاها الشعب الأمريكي لن يتلقاها كشعب أمريكي، بل كجزء من المنظومة الاقتصادية العالمية. ولكن قدرة أمريكا على أن تنهض مجددا هي مؤكدة، حيث أن البلدان الأوروبية مثلا هو شيء غير محسوم. وهذا هو سنأتي على يعني التغييرات التي ستطرأ على الاقتصاد، ولكن هذه المساعدات ومحاولة الاستدراك الاقتصادي، هل تنسي الأمريكيين عدم تعامل إدارة ترامب منذ اللحظة الأولى لتفشي الوباء؟ أعتقد بأن المواطن الأمريكي العادي هو في نفس عقلية دونالد ترامب، أي كان يستهزئ من موضوع الوباء. كما تعرفين أن الشعب الأمريكي هو قارة وليس بلد، يعتقد بأنه أفضل من الشعوب الأخرى. ومن هنا استطاع دونالد ترامب في أول كم أسبوع من هذا الوباء أن يبعد هذا الوباء نظريا، ولكن الآن وصل الوباء إلى أمريكا وهو يتفشى، وهناك نوع من تحذير من إدارة ترامب. وفي الأمس قال ترامب بشكل واضح
بأنه نحن قادمون على أسبوع جدا صعب، مما يعني بأن نسبة الإصابات سترتفع ونسبة الوفيات سترتفع. ولكن علينا أن نتذكر بأن دونالد ترامب يقول بأنه سيستعمل الجيش الأمريكي، وفي الأمس هناك حامل الطائرات هاري ترومان غادرت البحر المتوسط متوجهة إلى أمريكا، مما يعني بأن سيتم استعمال الجيش الأمريكي في محاولة دعم القطاع الصحي. والأهم من ذلك أن القطاع الصناعي الآن يتجه بشكل كامل إلى تصنيع المواد الطبية، إن كان شركة هينز أو شركة جنرال موتورز أو كل تلك الشركات الضخمة العالمية. ومن هنا أعتقد بأن الشعب الأمريكي الآن بدأ يستوعب بأن ليست غلطة ترامب بل غلطة البشرية بشكل عام، فهم يعتبروا بأن هذا المرض الذي بدأ في ووهان لن يصل إلى عقبة منزلهم، وهذا شيء قد أثبت عدم صحته. طيب، بالتزامن مع أزمة كورونا أيضا هناك أزمة النفط، وتم الإعلان منذ يومين عن إفلاس أول شركة نفط صخري في الولايات المتحدة، والمعروف أن يعني هذه الشركة هي التي تمول حملات دونالد ترامب الانتخابية. كيف سيؤثر ذلك مع تعثر المفاوضات بين النفط؟ لا شك بأن دونالد ترامب قد ركز أكثر من مرة من خطاباته على أن هذه الحرب بين روسيا والسعودية النفطية يجب أن تنتهي فورا، ويحاول أن يستعمل علاقته الشخصية مع ولي العهد محمد بن سلمان أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة تمريم هذه المرحلة. ولكن كما يقال هذه عوامل يطلق عليها في الإنجليزية perfect storm، كل العوامل السيئة قد اجتمعت في آن، إن كان الحرب النفطية أو وباء الكورونا أو بشكل عام بأن الاقتصاد العالمي كان يمر في أزمة، وقد وصلت كلها إلى دونالد ترامب. أعتقد بأن من المبكر أن نحسم بأن لا يستطيع دونالد ترامب أن يتجاوز هذه المرحلة. سيتجاوز هذه المرحلة ولكن العالم كله سيتغير، وهناك نوع من ترقب سلبي، بمعنى أنه كل الأشخاص يخفضون توقعاتهم في المرحلة القادمة. الفكرة الأساسية هي يعني ماذا ستفعل، هناك عملية فرض القيود على الصحوبات أيضا في ظل تزايد الطلب على الدولار في أمريكا، هذه أيضا يعني رغم المساعدات التي يحصل عليها الأمريكيون تؤثر على حريتهم. يعني صحيح، ولكن اقتصادهم كما هو عكس اقتصاد اللبناني مثلا ليس ورقي، هو كذا يتم عبر حتى نظامهم البريدي لا يزال يعمل. الفكرة الأساسية بأن أمريكا الآن تقوم بطبع الأموال وإرسالها إلى أي من البلدان المتعسرة، على عكس لبنان القيود المالية هي قيود بسبب حزب الله وسبب العقوبات الاقتصادية. ولو كان لبنان على سبيل المثال إلى جانب أمريكا سياسيا بشكل كامل أو حليف متعاون كان ليحصل على الأموال النقدية. طبع الأموال ليس بمشكلة، ولكن كيف على دونالد ترامب أن يواجه أزمة البطالة؟ نحن نتكلم عن 6.6 مليون عاطل عن العمل في أمريكا، وقدرة ضخ الأموال في هذه الشركات في المرحلة القادمة وعودة هؤلاء الأشخاص إلى أعمالهم هو المهم، وليس فقط حصولهم على تشيكات في البريد، خاصة بعد أن كانت وصلت إلى أدنى نسبة يعني البطالة بسبب سياسات ترامب الاقتصادية. طيب، كنت تحدثت عن تشبيه المرحلة المقبلة ما بعد كورونا بمرحلة الكساد التي حصلت عام 1920، كيف فعليا حيكون شكل التأثير السلبي على الاقتصاد الأمريكي، وشو هي يعني الإمكانيات يلي ستمكن الولايات المتحدة من النهوض باقتصادها؟ لنعتبر بأننا نحن ننظر إلى سيناريو شبيه بسيناريو الجريت ديبريشن، فإن الفكرة الأساسية وقد استمعنا إلى العديد من التحليلات من الجانب الأمريكي بأن نحن بحاجة إلى خطة مارشال جديدة لتفادي هذا السقوط الاقتصادي. ومن هنا على الدولة الأمريكية أن لا تنظر فقط إلى الداخل الأمريكي بل حتى إلى المنظومة العالمية المالية وضخ الأموال وخلق فرص عمل، وهي الطريقة الوحيدة أعتقد لتجاوز هذه المسألة، لا سيما بأن حليف أمريكا الاقتصادي والسياسي أوروبا قد تلقى صفحة كبيرة، وكما رأينا بلدان عريقة وقديمة كإيطاليا وكإسبانيا تهاوت أمام فيروس الكورونا ولا تملك حتى قدرة أعتقد على ضخ هذه الأموال في اقتصادها المحلي. ومن هنا أي كلام عن النهضة أمريكية يجب
نحن رأينا الآن بالرغم من العديد من الأصوات التي تقول بأن العولمة قد سقطت، أعتقد بأن هناك نظرية مخالفة بأن على العولمة أن تكون أكثر تعاونا، ونحن نعيش في قرية واحدة فعليا، ومن هنا ضخ الأموال في هذه القرية يعود إلى كل أبناء القرية الكونية بالمنفعة. طيب، وهل من المبكر القول أن شكل الاقتصاد العالمي وسيطرة أمريكا على السوق العالمي لن يبقى كما هو بعد كورونا، خاصة مع الدور الذي لعبته الصين؟ لا شك سيكون مختلف، ولكن سيدتي كما نعرف أن الصين فيما يتعلق بالأرقام لا تعطي أرقام دقيقة، ونحن لا نعرف ماذا يحصل داخل الصين، علما بأن ليس هناك حرية الصحافة وليس هناك حرية الوصول إلى المعلومات. الشك بأن كل البلدان وعلى رأسها الصين لديها الفرصة أن تنافس أمريكا على العرش العالمي، ولكن المقومات الموجودة داخل الاقتصاد الأمريكي والمؤسسات الموجودة، إن كان مؤسسة الرئاسة كمؤسسة وليس دونالد ترامب وتهريجه اليومي وفكرته بأن العالم يدور حوله، نحن نتكلم عن مجموعة من البشر أعتقد في المرحلة القادمة مصرة عن أن تتجاوز هذه المرحلة كجماعة وليس كأفراد. قد رأينا من قمة العشرين كيف كان هناك إصرار على التعاون السياسي وثم التعاون الاقتصادي، وهذا هو الشيء الوحيد الذي سيؤدي إلى نجاة البشرية على ما أعتقد من هذا الوباء. طب ماذا عن علاقة الولايات المتحدة بأوروبا؟ هل ستتأثر في ظل ما حصل؟ في هذه المرحلة هناك نوع من الشوفانية يستعملها ترامب والقومية، لا سيما بأن كان هناك اعتراض لأحد الشحنات التي أرسلتها شركة 3M للأقنعة إلى كندا، وذلك القول بأن علينا أن نساعد أنفسنا قبل أن نلجأ إلى أوروبا. ولكن في نفس الوقت أعتقد بأن ترامب في المرحلة القادمة سيستعمل الجيش الأمريكي وسيستعمل الاقتصاد الأمريكي لمحاولة إنقاذ على الأقل حلفائه الأساسيين منهم بريطانيا وحتى فرنسا، ومن هنا علينا أن ننظر إلى مدى تقبل مساعدة أوروبا وفكرة إن كان استطاع دونالد ترامب وأمريكا بشكل عام أن يصلوا إلى آلية لتشخيص هذا المرض نكون قد ربحنا نصف المعركة في وجه كورونا. أما موضوع تطوير اللقاح فهناك العديد من المراهنة بأن هذا اللقاح سيخرج من أوروبا وليس من أمريكا، علينا أن ننتظر لنرى، ولكن أعتقد بأن يجب أن يكون هناك تعاون أمريكي أوروبي حتى صيني لتجاوز هذه المرحلة، ولكن في هذه المرحلة بالذات لم نصل إلى هذه الدرجة من التعاون الوثيق. طيب، في هذه الأزمة العالمية فرضت الاعتماد على التكنولوجيا، فهل ستنشأ أو تنمو قطاعات تكنولوجية برأيك وطبية خاصة أيضا على حساب قطاعات أخرى حاليا؟ أعتقد بأن هناك اقتناع واضح من كل الشعب، وبقائنا في المنزل أثبت بأن علينا أن نستثمر أكثر وأكثر في التكنولوجيا إن كان في قطاع التعليم، وهذا شيء أساسي، فأن القطاع الصحي لا شك سيستفيد من هذا الموضوع، لكن هناك العديد من القطاعات على رأسها التعليم، وأنا أعرف ذلك من وراء استعمالي التكنولوجيا للتواصل مع تلامذتي في الجامعة، هي شيء أساسي، وأعتقد أن الدول النامية تواجه هذا التحدي. في المرحلة القادمة لن يكون كلام مجرد عن السلاح كما هو في السابق، وكما تعرفين أن دونالد ترامب هو من ملوك هذه المدرسة وينادي باستثمار السلاح. أعتقد في المرحلة القادمة التكنولوجيا العلمية والتكنولوجيا التعليمية هي الأساس، على أمل أن نخرج من هذا الوباء بأشياء إيجابية، منها صرف الأموال وعودة صرف أموال أمريكا على قطاعات التعليم والطب وليس فقط على السلاح وتطوير السلاح. كل الشكر لك على مشاركتك معنا الأكاديمية. شكرا السياسي دكتور مكرم ربح، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.